السلام عليكم أحبائي الصغار. اليوم سنتعرف على حرف جديد وهو حرف التاء. نلاحظ هنا سلة، قاعدتها تشبه ماذا؟ تشبه حرف التاء في آخر الكلمة. سوف أعطيكم كلمات تتضمن حرف التاء في أول الكلمة، مثل توت، كلمة في وسط الحرف في وسط الكلمة، مثل كتاب، الحرف في آخر الكلمة مثل بنت. سنرى الآن تمرين في حرف التاء. ألون حرف التاء في أول الكلمة، في وسط الكلمة، في آخر الكلمة. تفاح، تفاح. كتاب، كتاب. زيت، زيت. غدا إن شاء الله سوف نقوم بالتصحيح، وشكرا.